السلام عليكم ورحمة الله. تحية الإخوان ديالنا من مدينة من أنحاء العالم والمغرب. أنتم أخوتنا كما القاعدة. اللي عجبو هاد الطربوش ولا هاد الكاسك هاي الويب سايت ديالو فهمتين، هادو ما يسمعوش في المجازات، يسمعو على هاديك الطريقة هادي فهمتين. قل من 18 سنة ما يتفرجش فهمتي، نقولها لكم دائما. قال لك انا شو واحد عروبي هامين انا في الدار البيضاء، قلبوا عليا جوجلوني انتوما. قال لي واحد علاش دير هاد السلسله هادي، وديرها كان شدوني شبكوني اليوم، شافوني تنتسارى مع المروكي ومشدوني داروا لي السلسله هادي في عنقي انتوما، وجروني غادي نبيا المقاطعه. ودابا دابا دابا نحنا ولينا بحال ديك الاغنيه. That's the sound of the man walking on the chain gang. ودابا حنايا بحال كيما كيديرو الكحل في أمريكا، تيديرو السلسلة ويديهم يخدمو في القطن. ودابا هادنا عندنا في المغرب أسفي هادشي تيعملو شبكوني دابا. دابا شدو السلسلة ديال شي كلب وديروه البن وجرينو المقاطعة. ماكينة طوموبيلة لا فارغونيت لا والو، تيجروك في الزنقة كيما كان يديرو عندنا في بكري في دربوش نتوما. تتكون دير شكعيه تدوك المقاطعه السادسه تيبيتوك تما، ومع الصباح تشوفهم جارينك جارينك بحال جارينك بالسنزله وغادي ما عندهمش طوموبيلات. تشوف شبكوري غادي بيك جارك حتى الويتيام، عرفتي فين الويتيام في جد في درب كبير لتحت. هادشي كان يدو عندنا في المغرب، فوكتالي بدا كاين المقاطعه السادسه باش يدوزك الكوميسيريه، من المقاطعة السادسة تيجرو حتى هداك دوز على بوشنتوف على مدرسة الأقواس، ودوز على قهوة بغداد، وطلع مع الفوق مع حسن الصباط، وتحود أسيدي من عند هداك، ودور مع القيصرية، ودخل مع ديريكت تلحق طريق مديونة، ودوز أسيدي من تما تقطع الشانتي وسير تاني مع ديك الزقة اللي فيها ديك واحد المدرسة بوشعيب الأزمور وفيك هناك أحمد الغول، وعادي ديك دار الويتيام. هادشي كانوا يديرو في المغرب بكري. دابا تيديروها في 2019 وقالوا هذا 20 عام ديال الحكم ديال الملك، ودابا باقي عندنا شبكوني تيجرى عباد الله بالسلسله. عباد الله جرينو بالسلسله بحال شي حيوان. في ساوث افريكا في افريقيا الجنوبيه ما فيهاش هادشي. ايوا شتي دابا شتي دابا المنكر اللي عندنا دابا غاديه وتتقواد. دابا تيقتلوك في المستشفيات، مستشفيات المستشفيات المتوجين والمتوجون متوجين مع متوجات مع جدود مع الله يوقد عقل. ايوا واحد قال لي ما تعرفش العربية. انا بعدا تنواجهك من هذا المنبر تنقول لك انا ما تعرف والو، انا خرجوا عليا حزب الاستقلال هو اللي خرج عليا فهمتي، ما قرناش. اما انت عندك وزير التعليم باكي يتهجى، ويلي وزير التعليم هذا اللي تعلمكم باش تقراو، هذا الوزير التعليم باك تتهجى ما عرفش يقرا، وما تعرفش يمشي يشد داك التكس ما عندك يكتبوا ليه ويمشي يراجعوا ويحفظوا كما كنا نديرو بكري. طيب شو نحفظوا القران نحفظوا هذا فهمتي، هو هذا وزير التعليم. علاش ها علاش ها التلاميذ ديالنا والطالبات وهذا والابطال، اش دخلنا في شي ابطال وطالبات؟ اما الخطاب ديال فان سيزون بسلام عليك وقول لهم بون فاكونس، انت ما درتي فيها والو. وزير التعليم حاطينك تما وليتي شوها الحزب ديالك والحكومه والقصر، ودوك اللي دايرين بالملك هذوك البهيمه وجميمي ولا ما تقدر تقول لك السمير ما بقاش عاقل عليهم، وما عنديش قال نلقى عليهم. دابا ايوا دابا عباد الله دابا تيجرو عباد الله بالسناسل.
هو والوازي ما كيتهجى ليا تما في الخطاب. ويلي دابا ما بقينا نعرفو دابا انايا جاي هذاك المراكي باش قاري العربيه غادي نضربو دابا نقول لك قرا لي شي حاجه بالعربيه قرا هذه بالعربيه قال لي مستشفى العمومي تاع انت وزهرك الله يعافيك اقرا ايش هذا دابا الوزير ديال الوزير بدا يقرا ودابا في عندنا ما عندنا ما نقولوا وهادو قلت هادو قلت يعملوا لي كومونتير داك اللي خلقوا عليا انايا واحد قال لي ما تعرفش العربيه واحد ما تعرفش الفرنساويه واحد ما تعرفش الانجليزيه وسيدي سوقك فياش تعرف انا تنعرف تنجي لهذا المنبر تندوز معاك نص ساعه ديال الهضره نخرقبوا فيها النا وترجعوا فيها المواضيع الاجتماعيه وتنتكيف السيجار ديالي قول لي يا واحد ما تعرفش تكمي السيجار ايوا انت انا ما عرفتش كيما السيجار والوزير ديال التعليم ديالك ما عرفش يقرا والله العظيم الا مشكله دابا هادي ولا الضحكه ضحكه عباد الله ضحكه باش عباد الله تيقول لك تيقول بلاتي تفكر على حاجه خليني نطق عليكم داك اسمه داك ديال الضباب الدبات ما عرفتش تقولها بالعربيه هذيك هذوك راهين لا نرش لكم بهذه ما بين خصني العام هي خصني نركب هكا لا خلي مرك 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 عليها نحيد علينا داك اسمو الدباب غادي يبرسلونا فهمتي هاي اللي خصني نقتلهم نحاربهم من هنا ما عليناش هو انت تشوف اصاحبي تشوف هذا منكر واش عيب دابا حنا في الشريعه دابا حنا حنا علم علاش المحل هنايا تدخل على المحامي وتتحلف وتسيني وتخرج بحال لا في المغرب ولا في اي دوله خصك جوج جدولات واحد تكذب وواحد ما تكذبش ايوا دابا في كندا ما عندهم عدل واحد في امريكا عندهم عدل واحد دابا الا بغى يمشي يعمل شي دوكيمون ديال العدليه في القنصليه تقول لي واحد ناقص لا خص تكون جوج ناقص واحد انا ما تقول واحد ناقص ما عرفت كيفاش ما عرف فسروا لي دابا في كندا ديك المره تكلمنا عليهم عرفتي دايرين واحد التعذب ديك كندا هذوك ديال الكلاب هذوك انا على الله وعليهم في هذا المنبر انا نقول لك من انا ما عندي غرض فهمتي اللي بغى يشكي ما عندي غرض دابا فهمتي غير ان ما هوش عباد الله الحكومه تعطي الفلوس باش تعين جوج دولات يكون عاد بحال دابا عندنا حنا دابا حنا عندنا دابا في هذه ديال بادينغتون اللي عندنا هنا في لندن كان عندنا جوج دولات دابا وقع عندنا واحد خاص تمشي حتى لبلجيكا باش تمشي لبلجيكا انا الى حد الان مازال مشيت عندهم نهار نمشي عندهم يقول لي مشي لبلجيكا يقول لي تخلص لي ورقه اذا فهم علي غندير لي طرت تما ما عندي مخاسر غنهود عند الاخر ما نمشيش للسفاره نمشي لدارو عارف دارو الهام نمشي عند دارو ونقول له شنو هاد البساله هادي ياك انت حقوقي وفين الحقوق ديالنا حنا فين جوج عدولات خصنا يكون عندنا جوج عدولات في اي قنصليه ولا في اي هذا هو دابا كندا هو هذا ولكن ديك كندا يبارلي فرونسي يبارلي فرونسي تما بحال ساكتين ندوزين عليهم الدكاكه فهمتي هذوك الكنديين الو عليك مغرب هذوك تبغي تلصقوا تبغي يحضروا في الحفلات على الجاليه تيجيو تما يقول لنا عندي دكتوره عندي انايا عندي هذا انا هذا مي قاري وقرر كراك اش تعاود لي انايا قرا ما قاري ماشي تي هذا تضحكوا علينا هذيك الزوار ديال الدبلوم خلينا بعدا ناخذ شويه ديال الجينجا باش تسخني هذه ماشي خمر ها انتم هاي قرا 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 قاري العربيه قرا اليوم العربيه شي اسمك هذا اش قلتي قال لك سكين جبير هاتي قال هاتي عرف تعرف شي شويه لان كون ما كانش هذا ما نقدرش نمشي هذا البرنامج لان هذه المره كتنفعني عرفتي تيترجم ليا وتيجوجل ليا وتيجيب لي دوك المصائب اللي تيكونوا في اسمو في هذا شنو نقول انتم هادي اليوتيوب صحتكم ما شوف هذا السيد هذا السيد هذا واحد المراسل ديالنا قال لك سيدي هذا بانغا كان غايب ما فيهم كان مقلم مشى فاكانس
مشى فاكانس على جنب الفاكانس جو بدا لي تاني بلي جبلي تاني المصائب ايوا يعني ولا كاين داك الاخر حتى هو واحد اخر ديال فرنسا واحد لما رباط لما شو يقول لك سمي عندو تا هو تا هو هذاك تيجبد لك شي تيجبد لك شي طعميق عرفتي ومعنا ديك هذيك لا لونغ موليير موليير الله على موليير تعجبني هذه موليير اتي بكتب لي موليير تنقراها ايوا تنفهمها ايوا تيجيب لي شي فضائح ايوا كاين واحد المغربي تا هو ما في افرال ما فينا قال يجي عندنا الافرال ما عندي ما ندير ما عندناش نكتب سير دير الخطاب الخطاب سير تولي عرفتي الخطاب راه عرفتي شي ساعة وانا نقرا فيه تنتعمق في الكلمات العربية بعدا تنقرا ماشي بحال هذا الوزير هذا ما عرفتش اسمه هذا وزير التعليم هذا ما عندي ما نعرف سميتو ايوا دابا واحد النداء للجالية دوك الجالية الصقعين اللي بغا يدخلوا المغرب ردوا بالكم راه بعدا غادي يجريسيكم في لي فرونتيير اسبانو فرانكو اسبانو تما في الحدود الفرنسية الإسبانية غادي يجريسيكم ومنين دخلوا في المغرب في الطرقان يا حبيبي قال لك واحد واحد الناحية يقول بني عمار وليد بني عمار واحد الروج هو روج بني عمار عندنا في المغرب الشراب اسمه بني عمار وقال هاد الناحية بني عمار والمهايا والمهاية بطيخ المهاية ما عرف وتما في بقى عليك ديال تيكريسيو وعباد الله عاوتاني اليوم دايره في السوشيال ميديا دابا عاد الناس فقط انا جاني ديك شحال هادي 3 ايام جاني داك الفيديو ايوا دايرين عاوتاني تصاور عليها ماشي انا قلت لها جوج كاميوت الطوموبيل تقلبوا وكاميو هرسوه وطوموبيله هرسوها وطوموبيله اخرى ضربوا فيها داك وقيل الباساجي ولا الشوفور هذوك ضربوهم على عرفتي الدمايات ديالو والجدرميت ما تيخدموش بالليل وحدين ما تيخدموش ما عندهمش في ديك الناحيه ما تيكوفريوش ايوا دابا بحال عندنا دابا حنا في الانجليز عندنا 999 دابا بحال نقول على دابا شنو بحال تعيط لمانشستر غدير 9 وحده بغيت تعيط لمانشستر ديك الناحيه الفوق دير 99 تحبس بغيت تعيط هذا وش واحد يجاوبك هي تعيط 999 في المغرب لا واخا تعيط ديك 19 ولا 25 ما عرفتش يمكن ما عرفتش النمرة 19 هي البوليس ما تجاوبش والو ولا الجدرمية ما عرفتش يمكن النمرة تعيط لهم انت الجدرمية بدي يخدم لين علاش لين كان الغد لي كان السوق كاين السوق مع الصباح ونعسو بكري باش يفيقوا مع الصباح ويضربوا يديهم في الكاميرا عبد الكاميرا تيجيو مشارجين للسوق والجدرم يخصهم يفيقوا بكري باش يكونوا واجدين باش يبقوا على نهار الرشوه دك هذا بنو ناقص ليه هذا ديال الباكاج بزاف هذا بوله خاصه هذا ما عندوش هذا هذاك شاش نعسو بكري هذوك فعولهم والجدرم يخصهم ينعسو حتى هما ويلي باش يفيقوا مع الصباح يفيقوا اون فون باش يمشيو يشفروا يقطعوا في الطرق كاينين العروبيه تيقطعوا في الطرق وكاينين الجدرميه تيقطعوا في الطرق دابا الا ما شدوكش العروبيه بالحجر داكشي تيشدوك الجدرميه بالصفاره وبهذيك هذيك بوم اللي كان اسمها هذيك ديك ديك سبيدوميتر ولا شي تقول انت من دابا شتي دابا المشكل دابا ها هو دابا هذا وتيقول ما يدوز 20 عام هو دوز 20 عام مازال ما عاقب هادشي اللي واقع عليك قلت ديما نقدرش ندير كلشي هو اللي معلوم ما تقدرش دير كلشي لان كنخدم معاك الكوالب هو مخدم معانا واحد ما تيعرفش يقرا العربيه وعاد بغا يدير لك الفرنسا فرنسيه ولا ماشي بغا يديرها ايوا الناس تقرا التكنولوجي دابا مع هادشي ديال التليفونات هادشي ديال التليفون خصك الانجليزيه هادو ما كاينش فرنساوي هادو واش الواتساب كلمه فرنساويه واش الفيسبوك كلمه فرنساويه ها سناب شات كلمه فرنساويه ايوا دابا خصهم يتنولوها وغير يقرينا الفرنسيه ويلي كون خليتو غير داك الشيء اللي كان عندي في فرنسا كون مزيان مازال فرنسي كندير لكم واحد كاين بعض المدارس دخل عربي في الصباح وفرنسي في العشيه وكاين بعض المدارس اللي بداوهم عام الاول عام الثاني وتطلعوا لهم بيلانغ ومن تلحق التروازيام اني تاخذ واحد اللغه ايترونجير الانجليزيه الاسبانيه الايطاليانيه ولا الروسيه ايوا داكشي حيدو داكشي ما تيحيدو تيجي واحد تيحيد ماشي يحسن ويكمل في هذاك لا
تيجي واش واحد باش الوزير يعمل لك شي حاجه بحال هكا، الوزير الطاقه اللي كيسمو عماره القمار ولا هذاك عماره، فاش يدير لنا المشاريع ويدير لنا شي حاجه ديال هادشي ديال هذا، اشنو دار شومبرا بالدوش ديالها بكل شيء لها، ودار لنا واحد الفراش باش يولي ينكح فيها، لان الوزير خصو بلاصه في الوزاره ديالو، خسر ما شحال من هو قال لي خسر ما شحال من المليون باش يدير واحد البيت بالدوش ديالو بالكابينه وبهذا، باش الا بغى ينكح شي موظفه ولا شي حاجه ينكح تما. ودابا هذا وزير واش اش بغى يدير لنا؟ لك عندك الفلوس خرج شد لوطي على حقك في لوطي تطلبوا لاكارت ناسيونال ما عليناش. دابا واش هادو هما الوزراء ديالنا تيعملوا هادشي؟ علاش غدير بيت النعاس؟ ها لك عندك البيرو عاد دير بيت ناس. وا 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 ياك عندك الدار ديالك عطيك الدولة الدار شي تنعس فيها ها. ايوا هادشي اللي كاين اش نقول لك انا، الكواح تكلم قال لي واحد قال لك احنا سلاش عندنا في سلا، ايوا سلا ما عندكم والو اصاحبي، واش بغيتي نقول لهم يزيد لكم واحد الحبس اخر؟ ايوا دابا عندكم ثلاث سجون في سلا، هذه مشاريع مهمة، وانا بغيت نتكلم نطلب الملك ولا الوزير اسمه وزير شنو هو اللي العدل قلتي من الحبوس راه هذاك، نتكلموا معاه يزيد لكم حبس اخر. ايوا واش باغين؟ اش بدو عندنا خصكم كوميسيرية؟ نقول لهم يزيد لكم كوميسيرية اخرى، واش بدو عاوتاني؟ ها؟ قال لك السلام ما فيها والو، واش ما فيها والو تحت الرباط وتقول لي انا اللي هنا هنايا فين انايا؟ قال لك في الانجليزي، قال لي في الانجليزي. تقول لي انا نقول لك انت حداك وكل شيء. طيب اخويا اللي عليا نطلبوا نزيدك واحد السجن اخر، اللي دار لكم سله واحد سله جوج والعريجات والدريجات، دابا نقول نزيد لكم واحد السجن اخر وكوميسيريا، ونزيدوا شويه في البوليس اللي تشدوا رجوع البوليس، هي معروفه كاع دوك البوليس ديال اللي هذاك اللي خصهم ينقيو المدينه من الاجرام ولا ما كنتش يشدوا في الرشوه، هذيك سلا معروفه في العالم في المغرب كله. حتى جات حدا ربط ما تي ولا نقول لك من هنا ما خسر والو، انا ماشي سلاوي ولا فكوسه ولا شي تقول الدنجاله، انا ماشي والو. كان واحد المغني نعرفوه بكري تقول ما تسمع الا اوكي باي باي. قال لك اسمه حسين سلاوي ولا اخو قال لي فكرك ما عليناش. ايوا انا ما كنخص الهضره، واش عاوتاني نتكلموا عاوتاني، وتكلمنا على العدول تكلمنا على علاش تكلمنا على، دابا خصنا نتكلموا دابا على هذا. دابا اش نديروا في هذا وزير الصحه؟ قلت لك هذا مصيبات، وزير الصحه وزير الصحه وزير التعليم ووزير الشغل ووزير داك الطرق داك بونيف ولا اسمه داك الروبي ولا هادو، شوها عندنا في الحكومه واش ما تيديروا والو. ايوا انا بغيت وزير الصحه، واش ما تيقدرش يمشي يسيفط المفتشين ديالو للكلينيك؟ ما تيقدرش فهمتي، ما تيقدرش. ايه انت شكون انت ناخا شكون نسيفطك؟ ايوا قول لي عيط لي في التليفون قول لي انا. ايوا شتي تيقتلوا عباد الله هاد الاطباء اللي تينوضوا يفتحوا، علاش ما شنو هادشي؟ ما تقيدوش، ما تعطيكش باش مات، ما تعطيكش والو، تقتلوا عبادك. قلنا قتلوا الدري عمتو قلت لكم عمتو الدري اللي مات لي عمتو 15 مليون وزادوا عليهم نهار من الفوق، علاش؟ لان بغا يزيدوا، هي مات البارح وخلاو البارح وما قالوش لهم، باش زعما كاين يزيدوا نهار اخر. واش تدخل عباد الله؟ قلت واش دابا دخل المصحة الخاصة انت وزهرك، نتي اللهم تشدو عندك التيرسي وتحط واحد الباري على باري واحد البيت تحطو على راسك، قول لي مش حياتك في البري، وحط واحد 100 درهم ولا 200 درهم قول لهم إذا ربحت إذا مت ما تسالوني ما تسالوني ولا هبك تحي تخلصوني قبل ما ندخل الكلينيك. نتي شدي خطر عباد الكلينيك. دابا حنا السبيطار قلنا ديال الحكومه ما تقدرش هما تيقول لك ما تقدرش تدعي للحكومه، هنا تندعي للحكومه انايا،
هنايا بكري كانوا المستشفيات معفيين من البروسيكيوشن، هما يبدلوا القانون ويطلع واحد الحملة، بيبدلوا في الكويزين، بيبدلوا في هذا، بيبدلوا هذا، صلحوا الدنيا. ايه ده ما كانوا هذا، ولكن علاش ما تبدلوش القانون؟ واش المستشفى ديال المستشفى العمومي ما تقدرش تدعيه؟ ها؟ اه واشنو ما كاينش تقريبا ما تعيش الحكومه، علاش ما تعيش الحكومه؟ والحكومه حتى هي حكومه، ما تقدرش تدعي الاستاذ، ما تقدرش تدعي البوليسي، ما تقدرش انا البوليسي تدعيه بالخف ديك الساعه في الكوميسيري ديالو، تيخرجك واحد تيخرجك واحد تما تيعمر وتيجاوبك ديك الساعه، تيجاوبك وتيبقى يتصلوا بك. في المغرب يعملوك دوسي، تمشي تشكي على البوليس، يقول لك جيب عندك لاكارت ناسيونال، وتيبرزطك، ياخذك لاكارت ناسيونال ويخليك باك تسنى تما. من تبدا تنيرفا تقول ما شنو هو هادشي واقع، انا ما نتسنى شحال، هي حاله موظف، ويدخلوك لتحت ويديروك بروح ويقولوك على والو، انت جيتي باش تشكي تصدق انت هادشي اللي ديروه في الكوميسيريات، راه تعدو، ها هي هذاك المواطن، راه هادشي هنا فين خصك علاش تكلم؟ ما تبقاش تلاها معايا تقول لي انت عياش ولا ما عياش، علاش ما تكلمش على الملك؟ انا قلت لك ما نتكلمش على الملك وما عندي بغرض من الملك، الملك اللي بغى يتكلموا عليه راه معروفين، راه كاين الاخ ديال ايطاليان، كاين الاخ ديال نيويورك، كاين الاخ ديال المانيا، كاين الاخ ديال اسبانيا، كاين الاخ ولد المغلف، كاين عطا الله عطا الله، كاين داك السي قمامة رجع، تبارك الله عليك السي قمامة رجعتي عاوتاني مزيان، اه هو تا هو تا هذاك يتكلم، راه تكلم عليهم اليوم، وشكون بغيت نتكلم عليهم؟ ايوا تقول لي انا ما دخلني خويا، انا قلت لكم النهار الاول انا اللي مقابل هما هاد الموظفون السامون، هادو المسمومين هادو ما عرف هادو الوزراء وهادو كتاب الدوله وهادو القوال والقواله وهادو الامن وهادو العداله واي واحد اي واحد، هما اللي الطاكسيات والكارديانات تامل هادو كيسمو الكواريتا، هما دو دخلهم في المعمعه تا هما ما يسواوش، عازد عليهم الجامعه وزيد كلشي كلشي، انا تنحارب كلشي او تنحارب راسي بيديا، فهمتي؟ انا الاول تنكريتيكي راسي بيديا، ها هو هذا المراكشي شاهد عليا، قول لي المراكشي الله يعفو عليك واش انت ها؟ قال لي انا منافق. اش قلتي؟ قال لي ما قلت والو انا نضحك معاك، ايوا شتي دابا شتي هنا عندنا الحريه بيني وبينه، هو يسبني المراكي، واحد الاخ من هولندا قال لي يخدم عنده في كافي شوب، اش ندير غادي نبيعك ليه بحال كويري، غندوموندي ترانسفير ترانسفير موني ونصيفطك لهولندا تخدم عنده، قال عنده في القهوه، قال لك تاكل وتشرب، وقال لك خصك تكون تكلم بالريفيه، تعرف الريفيه ما تعرفهاش ها؟ لا قال لي قال لي هو زيد في الجنوب ما يعرفش الريفيه، ايوا الاخ راني قلت له لا بغا يمشي عندك لهولندا مرحبا بيه، انا الاول خلص عليه التيكيتا ما ليناش، واحد الاخ قال لي اسمه خوسي، قال لي تحيه سي خوسي، ويلا خوسي هذا ما عرف ما قيس بليوني ما خوسي مغربي ما عرفش اسمي الاولاني، قال لي يا خوسي اسيدي تحيه تحيه لك من هذا المنبر. ايوا هادشي اللي كاين الاخوان، ما نطولش عليكم، غادي نقول لكم لاس اوردا ونضرب عليكم الناقوس، وتوصل الجاليه ردوا بالكم ردوا بالكم، راه غادي نصبوا عليكم وغادي يجلسوكم في الطريق، وعرفتي لو وقعت لكم كسيد راكم غادي تكرفسوا في المستشفيات ديال المغرب، اه يا دوك الجاليه وكثرين الناس اللي عندهم بولادهم، اه ولا قال لي غادي يمشي يتزوج ولا يطلق، ردوا بالكم الحل ما غاديش يديروا، تيمشي للمغرب ويطلق مرته ومرته ما في خبره والو، تيمشي يدور مع العدود يقول له تعليق تعليق تعليق، دي تعليق ويجيب واحد شي ربعه من الدوار يشهدوا، ومره باكا مسكينه في بلادها الهه وهي مطلقه شحال هادي، هادي تاهي خصها تحيد ما عليناش، لا خصنا نتكلموا على حقوق النساء، علاش المرأة ما تنوضش تطلق راجل؟ تكتبي انت طالق انت طالق انت طالق وضربها هي جوج، هو كان يعمل ثلاثة هي تعملها سي فوا، اه تقول تقول انت طالق انت طالق انت طالق ملتيبلي بار دو، صافي لا ما تقول طالق طالق، هادي النساء خصهم تما يطلقوا الرجال، علاش لا علاش لا؟ علاش لا؟ وتا هي تنوض تجوج من تشوف راجل عيان دخل راجل تاني، اه لا حياء في الدين لا حياء في الدين، قلنا لك اه، والمرأة عندها الحق تمشي مع مرأة، مليح اللي عندنا بحال اللي عندنا حنايا في سكوتلاند يارد عامرة 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 غير بالعيالات اللي
دي مشو مع العيالات يعني الكوموندور هذيك ديال سكوتلاند ديال هكاكا ديال التيروريست سكواد حتى هي هكاكا وزيد وزيد زيد عرفتي كل موشمات ما عليناش انا نقول لك انا ولكن حنا خصنا نديرو في هادشي في المغرب لان حنا عندنا في البرلمان هادو كاع لك الحقوقيه كلهم مطلقات وكاين مساكن ما بغاوش يخرجوا ما بغاوش يخرجوا دي دو وانت تو كام اوت تو سي ولكن الله يكون في عوننا لان المغرب حنا نشوف محافظين محافظون قال لي بحال هذا كان جارة ديال المحافظين ما كتبوا انا قول محافظون معليش انت عارف داكشي ديال النحو النحو ماشي قلت العرض معليش ايوا دابا حنا البرلمانيه ديال المغرب بحال هذيك اسمها ماء العينين ديك ديال العام اللي فات اللي خرجت تبغى تعمل لي ديك تبغى تعمل لي هذيك اسمها واش باتي هاوس باتي هاوس مرفع عليها اللي عفى عليها كلينتون لا لا ماشي حاجه انا بغيت ندير مناضله مجتهده في الحزب صح هضرنا فيها من مولاي باش كنتي نكحها ها خصنا نعرف باش كنتي نكحها لان من حقنا ماشي هي كاين بزاف كاين كسقلي وكاين هذه وكاين ديك حنان وكاين هذه وكاين ديك الاخرى اللي بنتها كانت خدامه هباش ولا حباش حباشه ولا حباشه ولا ماشي هذيك اللي كانت بنتها مجوجه مع لاكوز زين الكراطة حتى هي كل ما كل ما كانوا كل ما احنا ما عليناش احنا جاي كوميونيتي نحترموهم انت علاش لا 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 من حقهم ولكن خصهم يخرجوا باش يقولوا لنا التوجه الجنسي ماشي يبقى يكتبوا لي يوتيوب يمنعوا لي الفيديو لا هو الحين طفى لكم الضوء والسلام عليكم واللي ما سمع قال لي واحد الصوت هي غندير البوق ديال الغوض عليك هنا في الصوت قالك السمع تسمع عندك الحق لان الفيديو يخرج اليوم شي حاجه لانك الفيديو شوق عليه صيفطوا اليوتيوب هو الاول فغادي يحبسوا ليا انا ما اجل صيفطوا لهم هو الاول وهما رجعوا لي وغادي يرجعوا داروا لي شي حاجه فيه انا بدا كي ندير انا دابا الفيديوهات راه بعض المرات تكون معطل نهار ولا 12 ساعه علاش نصيفطهم اليوتيوب انا نصيفطهم لكم ديريكت تنصيفطهم اليوتيوب هو الاول ونخلي اليوتيوب هذا ولا شي واحد بغا كيطور زعما كيبغى يحبس الفيديو يقدرش لينا داز عندهم والباح شنا واحد البرنامج في التلفزيون على كيفاش تيعاملوا بحال هادشي بحال داكشي ديال الفيسبوك با 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 شحال من الناس اللي تيقراو الميساجات وتيديروا هذا ويحلوا هذا ويحبسوا هذا الباح كان في التلفزيون بينهم هي سيم بروسيجر فلهذا نخليكم اخوتي المغاربه وتهلاو في راسكم شي اليوم زوين يا ما تنيرفيتش واش انا ما تنيرفش من نشرب سكين كبير ما تنيرفش انا حتى غدا الخميس والخميس ثاني ما خصنيش نيرف اللي كنا الجمعه والخميس نفرح والديك على ربي واحد قال لي نشرب من هادو القجوع ما هذا يا اخي هادي عشان نشرب من الحكاك اللي ساهل باش كازيوم اما القراعي تيبقى يقرقبوه هكشي وخصني نديهم البنكه ماشي البنكه ديال الفلوس لا البنكه كاين واحد المحل يقول لي البنك تبدا تخشي في القراعي الجاج خاص غير الجاج ايوا ما في ما نتبرز منين وزيدوا نلعب ثاني الا كان هادي رخيصه من القراعي تنشري هادي اش نضيع الفلوس نضيعو الفلوس لان خصني باش الكليان حتى هو ما يخسرش عليه بزاف الفلوس قد ما ندوز ليه داكشي الربح اللي ربح انايا ندوزو للكليان ديالي ماشي بحال المغرب تيبقى يزيدو عليك درهم هنايا ودرهم هنايا ودرهم هنايا ودرهم هنايا ويطلعوها بشويه بشويه تلحق لاكوت ملي تلحق لاكوت تشوف تشربها ب 100 درهم علاش لان كاين البحر وفي مربيه ولا في انكروت تشربها ب 2 يورو بحر لا ماشي بحر في المغرب حد لقيت قرب البحر والبير تطلع ونخليكم الاخوه المغاربه وسمحوا لي على الصوت ولا شي حاجه غادي نشوفها ثاني نشوف مع هذا الفيديو ونرد عليكم ها وتبقوا على خير ونبقوا غادي في لاماش الله يعاونكم الله يحفظكم